windoweddings.com سايت للبيج ايفنتس، للايفنتس يلي فيها كثير من الشغل ومن التفاصيل ومن الستريس. بس نحن اليوم مع وليد باز من باز ايفنتس رح نكون اكيد مطمنين بالنا انه كل شيء رح يكون بيرفكت وعلى الوقت كمان. بونجور. بونجور مثل ما الله بيريد. اكيد. كيف صحتك؟ اوكي الحمد لله. وانت؟ كتر خير رب. وليد باز، اول شيء كنا عم نحكي شوي انا وياك قبل الهواء انه دائما بيج ايفنتس، يعني لازم يكون في ايفنت كبير، ودينج كبير لحتى تكون عم تشتغل فيه. ليش؟ صح. اول شيء اسمحي لي اقول لك ميرسي لك ولل ام تي في ولا مارون الحاج فور ويلكمينج مي هير. اتس ريلي ابريشيتد. اس فور ذا ويدينج، بيقولوا ايه، بيقولوا اتس اكسبنسيف، غالي، لكشيريوس ويدينجز. نحن نقينا هيدا الليفل من الاعراس، وصراحه نحن مش غاليين. نحن وات وي ديليفر، اللي عم نقدمه هو اللي غالي. يعني كواليتي اوف ورك كثير عاليه، مكلفة كتير، كرمال هيك غالي. That's it. So نسبياً يعني. إيه نسبياً. حسب قد إيه أنت. حسب كيف عم بتقارني الغالي يعني. That's it. فإذاً اللاكجري شغلة كتير مهمة بالنسبة لألكن. أكيد. أكيد. وهلأ رح نشوف على كل حال بعد شوي بالفيديوز بالميكينج أوف كمان للإيفنتس قد إيه بيكون في مشغول وفي تفاصيل. هيدا التارجت كان. سوري، هيدا التارجت إنه نفرجي بالميكينج أوف قد إيه في شغل، يعني قد إيه في وين الكواليتي بالشغل، قد إيه بياخذ وقت ليطلع العرس عن جد حلو. لما بنحكي إيفنتس بنقول بس ويدينجز؟ موستلي ويدينجز. هو منه بس ويدينجز، بس موستلي ويدينجز، الأكثرية للأعراس. طيب بشو بتتميزوا بالتحديد؟ نتميز انه بطريقه شغلنا ديزاينز. بدك نحن مثلا اركيتكتشر ورك اكثر. اركيتكت ببلشوا يرسموا. رح نشوف بعد شوي مثلا ستيج على شط البحر. ترو. نحن البحر من الرمل، يعني من الرمل. هو شط على البحر وبيصير عرس. بصير عرس صح اذا بدك. هلا بتشوفه يعني في نعمل بالصحراء مثلا او في نعمل بالموبايل. كان بي هي اتس ان اوبشنز العالم اكزاكتلي. في عالم عم يركضوا وراء انه لوكيشنز منا للاعراس، نعملها للعرس. يمكن بتضرب اكثر، بتنعرف اكثر، بنحكى فيها اكثر. كل زبونات عندهم ذير اون واي، هن شو بيحبوا، هن شو بحبوا، وانت كمان شو عندك. يعني نحن بنزيد التاتش تبعنا، افكار جديده كمان. يعني أكيد. في اوقات ما بنكون عارفين بالتحديد شو بدنا. بين بالحديث بنوصل لل بنكمل العروس تيم يلي بدنا اياه. نحن بنكمل العروس اكثر من العريس كمان. بس بنحط تاتش تبعنا، بس مهم شيء بيشبههم، بيلبق لهم، يعني شيء بيكملهم اذا بدك. اوكي خلينا نشوف اول فيديو، بنشوف ميكينج اوف، لنشوف اي ايام منهم اذا كنا على البحر ولا طلعنا على البحر. هلا بنشوف. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In trench town. Rainbow rising up every single rain.
اكيد بعنا بنفس المطرح. هذا هذا استوديو هيدا منه منه ديكور عرس. ثانك يو. وانتم على كل حال لانه التصوير شغله كثير مهمه مثل شفنا حتى تصوير يعني الميكينج اوف مشغول فالتصوير كثير مهم فانتم لما بتعملوا الاركتكتشر تبعيتكم كمان بتاخذوا بعين الاعتبار كل هول اكيد حتى طريقه التصوير ونوعيه التصوير مثلا هون عم صور فول اتش دي بلوراي وبده يكون حتى الفيديو جرافر فيري سمارت ليعرف ياخذ مومنتس اللي ما فينا نرجع ناخذها يعني بس حتى الديكور يعني بكون معمول على هالاساس على اساس انه في تصوير بده ياخذ وشفنا قد ايه في نظافه يعني الصوره عم تاخذ من العالي وعم تاخذ الاسباس كله نظيف ديفرنت انجلز اكيد 100% صح. بس كمان هون في ديزاين لكل عروس وعريس خاص فيهم صح نحن اصلا بنبلش ببيع الديزاين يعني which is normal كل العرسان اللي بيشتغلوا معنا بيعرفوا سوري بس ذكرت أول شيء كتير مهم عرضنا الفيديوز اللي نقيناهم لنعرضهم عملنا مثل تومبولا بالمكتب لنقي أي فيديو أحلى ما يزعلوا حدا من العرسان يعني that's why لأنه واسقين من كل الفيديوز إيه لا أكيد اثنين إيه نقينا هيك صدقيني بس على أنه أحلى ما يزعلوا وتقلي هلأ العروس ليه مش عرسي بس أنه ثاقبت هيك وبالنسبة للwedding itself في كتير preparation يعني بس قلك أنا it's an architect عم يرسم أول شيء set up كطاولة وكرسي وليفل وأوحات and then we get into the interior نشوف كيف set up بده يطلع يكمله بعدين منروح decoration و details like lighting and sound كل هيدول لهم دور بالعرس مبين أنه في أكيب طويل عريض عم يشتغل معكم لأنه كل التفاصيل بده ينشغلوا بسرعة هي أكيد أكيد هيدا تركب ب 48 ساعة في أعراس بتاخد 15 days تركيب بس ثقبت الفيديوز اللي جبناهم هيك العرس اللي بعده I think تركب within 2 days كمان or 3 days I hope you like it يعني خينا نشوفه يلا
يعني لوكيشن قديمه لوكيشن جديده استعملت اكثر من مره ما بقى فيه. لا ما بتفرق. يعني لوكيشن رح ترجع تتجدد وكانه براند نيو. صح اصلا نحن وي بريفير ما نتقيد بشيء يكون اتس وير هاوس او ديبو ما اي دونت ما بياثر. لا لا ابدا نوت ات اول ما بياثر ونثينج از امبوسيبل يعني كل شيء ممكن انه ينعمل. اتس باسيبل ذيز دايز كل شيء عن جد اتس باسيبل. وليد اهلا وسهلا فيك. باز ايفنتس فيكم تستعملوا معهم بعد اكثر على سايت windowwedding.com. يا هلا ثانك يو لك. وفي هلا بنرجع بنتابع احنا وياكم مع واتس كوكينج. خليكم معنا.